السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح وفرص كتيرة جدا. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكنا اتكلمنا كمان عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا عرضنا خدمة وهي خدمة التقديم لأي منحة أو فرصة أنت عايزها، وطبعا أنت تقدر تقدم بمفردك أو ممكن تستعين بينا في التقديم ليك. وعشان توصلك أي جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب بالنسبة للمنحة بتاعت النهاردة، هي منحة إن شاء الله هتكون ممتازة، شاملة للمراحل الدراسية، لمعظم المراحل الدراسية من بكالوريوس ماجستير دكتوراه، يعني هتكون متاحة لكله إن شاء الله. طيب خلينا نتعرف على التفاصيل. هي منحة جامعة دونغوا الحكومية في شنغال، تمام؟ خليني بس أوضح إن المنحة دي مركبة، يعني جزء هتقدم ليه للجامعة بتاع دونغوا، والجزء الثاني هتقدم ليه للحكومة في شنغهاي، او منحه او المنحه الحكوميه في شنغهاي اللي هي بيتم الرمز ليها باس جي اس. الدوله هي الصين المتاح فيها هذه المنحه. اسم المنحه واسم الجامعه المانحه هي دونغوا يونيفرسيتي ان شنغهاي. الدول المتاح ليها التقديم، جميع الدول متاح ليها التقديم بلا استثناء، اي دوله، دوله عربيه، اوروبيه، اسيويه، تقدر تقدم للمنحه دي بشكل طبيعي. المراحل الدراسية، المنحة دي متاحة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني زي ما قلت متاحة لجميع المراحل الدراسية. خلينا بقى نتكلم عن التمويل، والتمويل بتاعها حقيقة ممتاز، يعني فيها حاجات كتيرة مجانية وشاملة كمان يعني معظم التكاليف أو التكاليف بشكل كامل. في نوعين، خلينا نتعرف، في نوعين من التمويل. النوع الأول بتسمى التايب A، وفي النوع الثاني اللي هو التايب B، ولازم نركز في النقطة دي كويس. التايب ايه بيشمل كامل الرسوم الدراسية او بيكون ممول بالكامل. اول حاجة بيشمل لك الرسوم الدراسية بالمجان، بيشمل لك سكن جامعي بالمجان في الحرم الجامعي، التأمين الطبي بالمجان في حالة اذا حدث مرض او حادث لا قدر الله بيتم العلاج او دفع تكاليف العلاج على حساب الجامعة. هتاخد مرتب شهري، المرتب ده بيكون لدرجة البكالوريوس 2500 يوان لكل شهر، لدرجة الماجستير 3000 يوان لكل شهر، لدرجة الدكتوراه 3500 يوان لكل شهر، يعني بيتراوح ما بين 400 ل 450 دولار، يعني 3500 يوان تعادل حوالي 440 دولار او 450 دولار، حاجه زي كده يعني. فمرتب كافي جدا، وكمان هم بيشملوا لك السكن، فانت المرتب هيكفي معاك وكمان ممكن تدخر منه يعني جزء كويس. النوع الثاني بقى من المنحه او النوع الثاني من التمويل، هي هتوفر لك المصاريف الدراسية بالمجان، هتوفر لك التأمين الطبي بالمجان فقط، ما فيهاش مرتب شهري، ما فيهاش سكن، ما فيهاش التأمين الطبي. ولكن في حاجة كويسة جدا، ان عند التقديم للمنحة يمكنك اختيار نوع المنحة ونوع الطيب اللي انت عايزه، يعني في ابليكيشن التقديم اللي احنا هنشوفه بعد شوية ممكن انت تختار انت عايز النوع ايه ولا النوع بي، يعني هيكون لك حريه الاختيار عشان ما حدش يجي يقول هم هيختاروا لي مثلا على مزاجهم الطيب ايه او الطيب بي. لا، انت هيبقى ليك حريه الاختيار انك تقدم وتشوف انت عايز منحه مموله بالكامل ولا منحه جزئيه زي ما موجود في الطيب بي. التخصصات المتاحه في المنحه دي تخصصات كتيره، يعني معظم التخصصات الموجوده في الجامعه. هنا التخصصات المتاحة للبكالوريوس عشان تتعرف عليها تيجي تضغط على كلمة هنا، هيدخلك للملف اللي فيه التخصصات كلها بتاعة البكالوريوس. التخصصات المتاحة للماجستير والدكتوراه هتلاقيها في الملف ده في كلمة هنا، هتيجي تضغط عليها هيدخلك لجميع التخصصات. تعالى كده مثلا لو جينا فتحنا اللينك الخاص بالتخصصات بتاعة الماجستير والدكتوراه هيظهر لي بالشكل ده. هنا بيقول لك دي التخصصات المتاحة للماستر، درجة الماستر، وهنا درجة الدكتوراه، تمام. هتشوف الكلية بتاعتك وتشوف التخصص اللي انت عايزه، هنا برضو تكملة التخصصات، انت متخيل تخصصات كتيرة جدا. هنا الماستر، دكتوراه برضو نفس النظام هنا، فانت بتشوف التخصص اللي انت عايزه في الدرجة اللي انت عايزها وبتبدأ انك تحدده. كذلك برضو درجة البكالوريوس زي ما قلنا هتختار ليها التخصص من هنا وتشوف جميع التخصصات من هنا. وهنا برضو ده ملف بيوضح لك يعني ان الجامعة فيها نشاطات كتير، يعني مسابقات، يعني هتتدرب على حاجات كتيرة جدا، نشاطات. كمان هنا بيوريك
السكن بتاع الجامعة هيكون عامل ازاي، سكن نظيف جدا وسكن جميل جدا، يعني حاجات كتيرة جدا. وبيقول لك كمان المصاريف بتاعت الدراسة فيه هتدفع على حسابك لو انت مقدم للجامعة على حسابك، او هتدفع بمنحة. وهنا ذاكر لك المنحة تاني اللي هي SGS، تمام. بيقول لك فيه نوعين منها، تايب ايه وتايب بي، وليك حرية الاختيار، يعني منحة صراحة ممتازة جدا. طيب ايه الاوراق المطلوبة عشان اقدم للمنحة دي؟ اول حاجة عندي صورة شخصية، تمام، ودي بسيطة وسهلة جدا. تاني حاجة صورة جواز السفر، لازم يكون موجود معاك جواز السفر، لأن طبعا الجامعة الأبليكيشن بتاع الجامعة بيطلب صورة جواز السفر، إنما أبليكيشن المنح الحكومية مش مشكلة لو ما معكش جواز سفر دلوقتي، ولكن في المنحة بتاعت الجامعة بالتأكيد لازم يكون معاك. كشف الدرجات لآخر يعني أو لكل المواد اللي أنت درستها سابقا، وشهادة التخرج لو أنت خلاص خلصت مثلا الثانوية العامة أو خلصت البكالوريوس وتقدم مثلا ماجستير ومعاك شهادة التخرج يبقى تقدر تقدمها برضو. تعمل خطاب خطة دراسية أو خطة النية. خطة دراسية يعني أنت الدراسة بتاعتك يعني متوقع هتمشي إزاي هناك، أو الخطة الدراسية بتاعتك أو البحث بتاعك في الدراسة هيمشي إزاي. وتعمل خطاب النية، ليه عايز تدرس في الجامعة دي، وليه اخترت التخصص ده، والتخصص ده هيفيدك بإيه. واتكلمنا سابقا عن الموضوع ده، وهو موضوع بسيط جدا. وهيظهر لكم في أعلى الشاشة فيديو كنا اتكلمنا فيه إزاي ممكن تعمل خطاب النية عشان تبين اهتمامك بالتخصص اللي أنت مقدم عليه. اي شهادات اخرى اضافيه تزيد من فرصه القبول، لو معاك شهادات تانية، شهادات تطوع، شهادات كورسات انت خدتها، كل الحاجات دي تزود من فرصه قبولك. طيب عايزين نقدم للمنحه دي ازاي ممكن نقدم ليها؟ في مرحلتين او خطوتين. اول حاجه تملأ ابلكيشن التقديم الخاص بالحكومه بتاعت شنغهاي. تاني حاجه تقوم بملأ ابلكيشن التقديم لجامعه دونغوا، تمام. يبقى في هتملأ الابلكيشن بتاع الجامعه وابلكيشن الحكومه. اخر ميعاد للتقديم هو 31 مارس 2020، يعني الميعاد لسه قدام بدري شوية، ولكن ما تستهينش بالميعاد لأن المنحة خطواتها شوية كتيرة، فبالتالي أنت لو مهتم بيها تحاول تبدأ من دلوقتي عشان كمان فرصتك في القبول تبقى سريعة. طيب أنا حاطط لكم اللينكات هنا، ده لينك التقديم لمنحة حكومة شنغهاي، ده لينك التقديم للجامعة، وده الإعلان الرسمي. تعال نبص كده سريعا على الإعلان الرسمي، هتلاقي في كل التفاصيل اللي أنا قلتها هنا موجودة باللغة الإنجليزية هنا، تمام. ده الموقع بتاع الجامعه، بتاع جامعه دونغوا يونيفرسيتي. فبيقول لك هنا عندك في منحه حكومه شنغهاي اللي هي مقدمه واللي مشتركه فيها الجامعه دي. بيذكر لك بقى كل التفاصيل هنا، بيقول لك بالنسبه للماجستير ياخدوا 3000 يوان صيني، بالنسبه للدكتوراه 3500، بالنسبه للبكالوريوس 2500. بيشرح لك في نوعين من المنح، طيب ايه طيب بي، بيديك كل التفاصيل هنا. وبيقول لك اول حاجه لازم تقدم للمنحه الحكوميه، وتاني حاجه لازم تقدم للجامعه، يعني كل التفاصيل موجوده هنا في الاعلان الرسمي. طيب خلينا بقى دلوقتي نبدأ في مرحلة التقديم، أول حاجة لمنحة حكومة شنغهاي. هتيجي تفتح اللينك ده، تمام. أول حاجة هتظهر لك لما تفتح اللينك ده، هيظهر لك الشكل ده، تمام. ودي الصفحة الرسمية لمنحة حكومة شنغهاي. فبيقول لك لو أنت عايز تقدم للمنحة الحكومية أهو، أبلاي تو شنغهاي جفرمنت سكولرشيب فور انترناشونال ستودنتس، فهتيجي تضغط على كلمة أبلاي فور سكولرشيب، تمام. هيفتح معاك أبلكيشن التقديم لمنحة حكومة شنغهاي، وهو ابلكيشن بسيط جدا ومش هياخد منك اي وقت. اول حاجة يظهر لك بالشكل ده، في اربع ستيبس. اول ستيبس عندك بيقول لك اختار نوع التخصص او الجامعة، اول حاجة معلش نوع الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها، لان يعني طبعا احنا قلنا دي منحة حكومية ومشترك فيها جامعات كتير، ولكن التارجت بتاعنا في الفيديو ده اللي احنا نستهدف جامعة دونغوا يونيفرسيتي. يبقى هنيجي عند الجزء ده هنا، السؤال بيقول لك تشوز سكول، هتيجي عند الجزء ده وتختار دونغوا يونيفرسيتي. تاني حاجه بيقول لك اختار المرحله الدراسيه اللي انت عايز تدرسها، مقدم لايه، بكالوريوس ماجستير دكتوراه، فمثلا بقول بكالوريوس. اختار نوع المنحه، هتختار تايب ايه ولا تايب بي، زي ما كنا وضحنا قلنا هيبقى ليك حريه الاختيار، فانا مثلا انا عايز منحه مموله بالكامل فاختار تايب ايه. وفي ناس، طيب هم ليه حاطين تايب ايه وتايب بي؟ لان معظم الناس هتروح للتايب ايه، لان بالتاكيد يعني الناس عايزه منحه مموله بالكامل، فبالتالي التايب بي ممكن ما يبقاش عليها الضغط كبير. فانت برضو يعني انت بتعمل موازنه في دماغك وبتشوف، يعني لو انت قادر مثلا انك تتحمل مصاريفك الشخصيه وتختار تايب ايه اختارها، لو انت عايز ومصمم على منحه مموله بالكامل يبقى تختار تايب ايه، وهكذا، يعني حريه الاختيار بترجع ليك. فمثلا اخترت تايب ايه، بعد كده اختار او اعلم على المستطيل ده والمربع ده، وبعد كده اضغط على كلمه نيكست عشان يدخلني لستيب 2. ستيب 2 هتكون بالشكل ده، تمام. دي ستيب 2 هتظهر معايا بالشكل ده، بيقول لك الابلكيشن فورم. اول حاجه مطلوبه منك في الابلكيشن فورم
انك تملى البيانات الاساسيه بتاعتك، اسمك، اسم العائله، الجنسيه بتاعتك، ايه هي لغتك الاولى، تاريخ ميلادك، المكان اللي انت اتولدت فيه، الوظيفه بتاعتك حاليا، لو انت طالب تكتب هنا طالب، تكتب الايميل بتاعك هنا، تكتب الباسبورت انفو بتاعتك اللي هي مثلا رقم الباسبور بتاعك، وتكتب تاريخ انتهاء الباسبور. بتسيب الجزء ده فاضي خاص بالفيزا، انت لسه طبعا يعني ما اتقبلتش في الجامعه والمنحه فمالكش علاقه بالجزء ده، بتسيبه فاضي. تيجي عند الكونتاكت انفورميشن اللي هي التواصل معاك، بتكتب بياناتك، العنوان الحالي بتاعك، الدوله اللي انت عايش فيها حاليا، بتكتب يعني هنا البيرمننت ادرس، لو عندك عنوان مؤقت وبعد كده ترجع لعنوانك الاساسي يبقى تكتب العنوان المؤقت، لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. بيقول لك في حاله تعذر الاتصال بيك على العنوان اللي فوق اكتب لنا عنوان حد تاني قريب ليك زي والدك، والدتك، اخوك، فبتكتب عنوان حد قريب ليك تمام، وبتضيف الممبر من هنا، بتضيف الشخص من هنا، لو انت عايز تضيف حد مثلا كوسيله اتصال اخرى بتكتب ريليشن شيب يعني هو قريب منك ليه، هل اخوك، والدك، والدتك، اسمه، تكتب سنه، بتكتب وظيفته، وبتعمل سبميت بعد كده. في تالت حاجه الاديوكيشن باك جراوند، خلفيتك التعليميه، هنا لازم تضيف بقى خلفيتك التعليميه، انت مخلص ايه، مخلص ثانويه عامه ولا بتدرس ثانويه عامه دلوقتي، ولا مخلص بكالوريوس، ولا مخلص ماجستير، ولا مخلص ايه بالظبط. فبتيجي عند الجزء ده بتعمل نيو وبتختار الدرجه اللي انت مخلصها، هنا بتكتب الجامعه اللي انت فيها حاليا او الجامعه اللي انت خلصتها او المدرسه، تكتب الديوريشن، اخدت من امتى لامتى، بدات الدراسه من سنه كام لسنه كام، التخصص بتاعك الرئيسي تمام، الدبلومه اللي انت عملتها، يعني الدبلومه كانت ايه، كانت متخرجت من ثانويه عامه، اتخرجت من تخصص هندسه مثلا هندسه مدنيه، اتخرجت من درجه ماجستير في الهندسه، هكذا يعني بتكتب الدرجه النهائيه بتاعتك او المرحله الدراسيه اللي انت خلصتها تمام. بعد لما بتملى كل البيانات دي بتيجي تضغط على كلمه سيف تمام. هنا بقى بيسالك على اللغه الانجليزيه بتاعتك واللغه الصينيه، بيقول لك هل بتعرف في اللغه الصيني، فلو مش عارف بتكتب نو، لو عندك امتحان في الاتش اس كي اللي هو امتحان اللغة الصينية، لو بتعرف فيها وعندك امتحان بتكتب درجته تمام، ولو عندك يعني خلفية عن اللغة الصينية بتختار مستواك منها. بيقول لك خلفيتك في اللغة الإنجليزية، بتعرف في اللغة الإنجليزية ولا ما بتعرفش، فبالتأكيد يعني تحاول تختار إن مستواك متوسط متقدم عشان أنت هتدرس باللغة الإنجليزية، لأن متاح إنك تدرس باللغة الصينية ومتاح إنك تدرس باللغة الإنجليزية. وهنا لو بيقول لك لو معاك أي امتحانات من الامتحانات دي تقدر تحط الدرجة بتاعتها، لو معاك امتحان تاني مش موجود هنا تقدر تكتبه وتحط الدرجة بتاعته. طيب هنا بيقول لك هتدرس بلغه ايه، فتقول له مثلا هدرس باللغه الانجليزيه تمام. بيقول لك لو عندك لغات تانية بتعرفها غير اللغه الانجليزيه واللغه الصينيه زي اللغه الفرنسيه، اللغه العربيه، الكلام ده كله، فبتكتب اللغه اللي انت بتعرفها ومستواك فيها. رابع حاجه ستادي بلان، هنا بيقول لك خطتك الدراسيه او اختيار التخصص اللي انت عايزه، بتختار هنا انت متوقع تبدا الدراسه امتى في المنحه دي، من سنه مثلا 2020 لسنه 2024، فبتختار من سنة كام لسنة كام، ليك حرية الاختيار في تخصصين، تختار التخصص من هنا، تشوف انت كنت حددت التخصص بتاعك، فاكرين انا قلت هنا ممكن انك تقدر تحدد التخصص بتاعك اللي انت عايزه من الجزء ده، تختار تخصصك، فبتيجي هنا وبتختار تخصصين بأقصى حد تمام. بعد كده بتيجي بيقول لك هنا بيسألك على المنحة، بيقول لك لو انت دلوقتي مثلا اترفضت في السكولر او الطيب ايه، هل موافق مثلا انك تكمل في السكولار بي ولا مش موافق، فبتختار يس او نو. بيقول لك لو انت مثلا سقطت في انك تاخد منحه طيب ايه او طيب بي، هل موافق تكمل على حسابك، فمثلا تقول له انا مش موافق مثلا، فبتختار نو. بيقول لك اهدافك الدراسيه بتحطها هنا، بيقول لك لما تدرس في الصين ايه اهدافك اللي انت متوقع تعملها بعد كده، هتشتغل، هتاخد منحه ماستر مثلا او دكتوراه، او هتكمل مثلا ما بعد الدكتوراه، ولا انت ناوي تعمل ايه بعد ما تخلص دراستك في الصين. بيقول لك لو عندك عملت جريمه او عليك جرائم او كده بتختار ياس وبتكتب، لو طبعا يعني السجل الجنائي بتاعك ما فيهوش اي مشكله خلاص بتعمل نو. هنا اذر انفورميشن، معلومات اضافيه ليك، هنا المعلومات الإضافية عنك زي كورسات أنت خدتها، الورك اكسبيرينس بتاعتك، تختار هنا لو أنت عندك خبرة قبل كده في شغل، بتختار الشركة أو الحاجة اللي أنت اشتغلت فيها، المكان، تختار المدة، بتختار اشتغلت في تخصص إيه بالظبط يعني اللي أنت اشتغلت فيه، وكانت يعني اسم التخصص ده إيه بالظبط تمام. وبعد كده بتعمل سيف هنا. هنا بيقول لك اشرح خطتك الدراسية في الصين، يعني لما تيجي الخطة البحثية بتاعتك قبل ما تتخرج
ناوي تتكلم في البحث بتاعك عن ايه، فبتحط التفاصيل كلها هنا، وبيقول لك لو عندك اي شهادات او عندك اي تقارير انت نشرتها بتكتبها، لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. بيقول لك عرفت عن المنحه دي ازاي، تختار مثلا عرفتها من صديق، عرفتها عن طريق الانترنت، فبتختار. تمام، بعد لما بتعمل كل البيانات دي بتيجي تضغط على كلمه سيف اذر انفورميشن، وبعدين بتخش على الخطوه اللي بعدها وهي ستيب نمبر 3. ستيب نمبر 3 وهو خاص بالاتاتشمنتس، المرفقات بتاعتك. اول حاجه طالب منك صوره شخصيه، انا طبعا حاطط الصوره دي يعني صوره القناه، فبتحط صوره شخصيه بتاعتك، صوره الباسبور بتاعك بتحطه هنا، بتحط الترانسكريبت بتاعك اللي هو كشف الدرجات، لو معاك شهاده تخرج بتحطها، ستادي بلان، الخطه البحثيه اللي احنا كنا قلنا عليها ان انت بتعملها في يعني ليه عايز تدرس في الصين، ايه اهدافك، الكلام ده كله. لو معاك اي شهادات اخرى زي كورسات خدتها، شهادات تطوعيه برضو بتعمل هنا، بتختار براوزر وبتحط الملف اللي انت عايزه. بعد لما بتحط الملفات دي كلها بتضغط على كلمه نيكست عشان يدخلك على ستيب نمبر 4، ودي الستيب الاخيره. في الستيب دي بقى بيديك زي كونفرميشن كده او مراجعه لكل حاجه، دي الصوره الشخصيه بتاعتك، بتحط بقى بيحط لك كل البيانات هنا اللي انت كتبتها، دي كل البيانات اللي انت كتبتها موجوده هنا اهي. وبعد كده في الاخر بيقول لك لو متاكد ان بياناتك صح اضغط على كلمه سبميت. لما تضغط على كلمه سبميت يبقى انت كده قدمت للمنحه، ولكن للمنحه بتاعت الحكومه، لسه الجزء الثاني اللي هو المنحه بتاعت الجامعه. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقدم لمنحه الحكومه. نرجع تاني بقى ونخش على التقديم لمنحه الجامعه اللي هي جامعه دونغوا. لو انا عايز اقدم ليها هعمل ايه؟ هتيجي تضغط على اللينك ده اللي هو قدم الان لجامعه دونغوا، هيفتح لك الفورم بالشكل ده او الصفحه دي او البيج بالشكل ده. اول حاجه مطلوب منك اليوزر نيم والباسورد بتاعك انك تكتبهم. طيب كمستخدم جديد هتعمل ايه؟ هتيجي تضغط على كلمه ريجستر عشان تعمل يوزر نيم وباسورد من اول وجديد. هيظهر لك الصفحه دي، تضغط على كلمه اي اجري. تمام، هيظهر لك بعد كده الابلكيشن المفروض تملاه. هنا بيقول لك لازم تكتب رقم الباسبور بتاعك، وده اللي بيرجعنا لنقطه اهميه وجود الباسبور معاك. لازم تحط رقم الباسبور بتاعك هنا. بيقول لك لو مش معاك الباسبور روح اعمله بعدين تعالى كمل للجامعه. طيب تحط الايميل بتاعك، تعمل كرييت باسورد من عندك يعني وتحتفظ بيه، وبعد كده تضغط على كلمه ريجستر. لما تضغط عليها وتسجل كل البيانات ترجع بقى تاني هنا للجزء ده. تمام، وتكتب اليوزر نيم والباسورد اللي انت عملتهم، وتكتب الكود ده، وده كود بسيط جدا بتكتبه زي ما موجود عندك في الشاشه كده. تمام، وبعدين بتضغط على كلمه لوجن عشان تسجل وتخش على الابلكيشن الاساسي. هنا ده الابلكيشن او الجزء ده طلع غلط، اس تي اي 9. تمام، وهنا نكتب الباسورد، تضغط على كلمه لوجن هيدخلك على الابلكيشن دلوقتي الاساسي. الابلكيشن هيظهر معاك بالشكل ده، طبعا عشان انا اوريدي مليت قبل كده قبل ما اشرح لكم. فاول ما يفتح معاك هيفتح معاك بالشكل ده كاول مره، مش هيفتح معاك بالشكل ده لا، كان هيفتح معاك لاول مره بالشكل ده. دي بيقول لك الخطه اللي هيمشي عليها الابلكيشن. طيب انت دلوقتي مش هتعمل اي حاجه هنا، تخش على طول للجزء اللي بعده اللي هي البيرسونال انفو، معلوماتك الشخصيه. طالب منك هنا انك تملى معلومات شخصيه ليك، مطلوب منك الاسم زي ما موجود في الباسبور بالظبط. لو بتعرف تكتب اسمك باللغه الصيني اكتبه، ما مش بتعرف خلاص تعمل قدامها اللي هي ان اي دي. تمام، تكتب ديت اوف بيرث، تاريخ ميلادك، جندر بتاعك، الاسم اللي احنا قلناه زي الباسبور بالظبط، الجنسيه بتاعتك، حالتك الاجتماعيه، الدينه بتاعتك، رقم الباسبور. بتكتب انت دلوقتي اخر حاجه حصلت عليها، اخر حاجه انت مخلصها، مخلص ثانويه عامه ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا ايه بالظبط. فبتختار هنا، تكتب لغتك، المذر لانجويج، الاربيك لانجويج مثلا، بتكتب هنا اللغه بتاعتك. بتحط هنا الامرجنسي كونتاكت في حاله اذا هم ما عرفوش يتواصلوا معاك في البيانات اللي فوق، تحط بيانات شخص قريبك، والدك، والدتك، وتكتب رقم تليفونه والعنوان بتاعه وهكذا. هنا المفروض هيظهر لك كلمه سبميت، بس انا عشان اوريدي مليت البيانات دي كلمه سبميت ما ظهرتليش. هيظهر لك كلمة سبميت هنا، لما تضغط على كلمة سبميت هيدخلك للخطوة اللي بعدها اللي هي اكاديميك انفو. تمام، بس لازم تضغط على كلمة سبميت اللي هتظهر لك. طيب هنا الاكاديميك انفو يعني ايه؟ هنا بيقول لك خلفيتك التعليمية. تمام، او انت عايز تقدم لايه، يعني هتقدم لتخصص ايه في الجامعة دي. طيب انا هنا مختار التخصص خلاص انا مليت له، بس كأنت كمستخدم جديد هتعمل ايه؟ هتيجي تضغط على الجزء ده ابلاي ناو عشان تملى لتخصص من اول وجديد.
فهنا بيسألك بيقول لك انت عايز تملى لدرجة البكالوريوس ولا الماجستير ولا الدكتوراه، يبقى تختار مثلا على حسب الدرجة. فانا لو اخترت بكالوريوس هضغط عليها واخش على الجزء ده، وهنا بيقول لك شوية معلومات إضافية. بيقول لك هنا تقدر تقدم للبكالوريوس والماجستير او الدكتوراه على حسب، سواء عايز تقدم منحة او تقدم بنفسك. وهنا نركز كويس قوي بقى في الحتتين دول او الجزئين دول. بيقول لك لو انت هتقدم بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، فانت بعد لما تقدم الابليكيشن ده اونلاين مطلوب انك تجمع الاوراق اللي احنا كنا قلناها، اللي هي ايه، اللي هي الصورة الشخصية، صورة جواز السفر، كشف الدرجات، وكل الاوراق دي تجمعها وتبعتها على الايميل ده. ده في حالة هتقدم لكلية البيزنس، تمام؟ طيب في حالة انا هقدم لتخصص تاني، ركز بقى معايا، لو هتقدم لتخصص تاني هتجمع كل الاوراق دي ولكن هتبعتها لعنوان الجامعة. هنا بيقول لك لو انت هتقدم لتخصص تاني، الجزء ده بيتكلم على النقطة دي، لو هتقدم لتخصص تاني يبقى انت لازم تعمل هارد كوبي، تعمل نسخة ورقية، تمام، من كل الاوراق بتاعتك الرسمية وتبعتها على عنوان الجامعة International Student Admission Department of Donghua University، تبعتها على عنوان الجامعة. طبعا تكتب الجامعة على الانترنت هيظهر لك العنوان بتاعها يعني. وبعد كده بيقول لك لو انت ما بعتش الهارد كوبيز دي، ما بعتهاش وانت قدمت اونلاين، التقديم اونلاين بتاعك مش هيتراجع الا لما تبعت الملفات دي للجامعه. يبقى لازم تخلي بالك التقديم اونلاين بتاعك مش هيتراجع الا لما تبعت الملفات دي لمكتب الجامعه. وطبعا تقدر تبعته بطرق كتيره جدا، عن طريق البريد العادي في بلدك، عن طريق خدمه فيدكس مثلا، في خدمات كتيره جدا ممكن تقدر تبعت من عليها يعني، وخدمات مثلا بخدمه البريد بتكون رخيصه كمان، رخيصه جدا يعني. طيب انا بقى المفروض اعمل ايه؟ اقول له ان انا موافق كده على الشروط واضغط على كلمه اي اجري. هيدخلني على الخطوه اللي بعدها. الخطوه دي بيقول لك اختار فيها التخصص، تمام، او المرحله الدراسيه، عايز تدرس اندر جراديت بروجرام اللي هي البكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، وهنا تختار التخصص اللي انت عايزه، تمام. وهنا تختار، بيقول لك هنا دي كلمه سورس اوف فاندنج، يعني انت عايز تختار ايه، التمويل بتاعك هيكون ازاي للمنحه. فبتختار بقى يعني هنا دي زي ما قلنا قبل كده ان معظم الابليكيشن الخاص بالجامعات بيكون انت متقدم كشخص عادي، كشخص هيدرس على حسابه، ولكن اذا اتقبلت في المنحه، المنحه الحكوميه بتتواصل مع الجامعه وبتمول لك الدراسه بتاعتك. فانت هنا ممكن يظهر لك في السورس اوف فاندنج، ممكن يظهر لك سيلف فاندنج، فلو ظهرت لك هنا تختارها عادي، ما فيهاش اي مشكله. بيقول لك عايز تدرس لسنه 2020 مثلا، تمام. هنا بتكتب بيقول لك اخر مرحله دراسيه انت حصلت عليها، اخر حاجه انت حصلت عليها هاي سكول، مخلص ثانويه عامه، مخلص بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه. وهنا بتكتب خلفيتك التعليميه من المدرسه الثانويه، يعني انت بدات المدرسه الثانويه من امتى لامتى، درستها في مدرسه ايه، التخصص اللي انت درست فيه، او كنت علمي ولا كنت تخصص ادبي. الشهاده اللي انت حصلت عليها في الاخر بتتسمى شهاده ايه. وبيقول لك اكتب مستواك في اللغه الانجليزيه هنا، تمام. طبعا الخيارات دي ما بتظهرليش، المفروض لما اضغط هنا تظهر لي الخيار بتاع مثلا هل قدرتي عاليه في اللغه الانجليزيه ولا لا، فهنا ما بتظهرليش لان انا اوريدي قدمت قبل كده. فانت بتيجي تختار قدرتك في اللغه الانجليزيه مثلا، بتعرف فيها او ما بتعرفش فيها وهكذا. بعد لما بتملى البيانات دي كلها بتيجي تضغط على كلمه سبميت. طيب ايه اللي بيحصل لما بتضغط على كلمه سبميت؟ لما بتضغط على كلمه سبميت بيقول لك انت كده خلاص قدمت للمنحه. هيظهر لك بقى بالشكل ده كده، هيظهر لك الشكل ده ويقول لك الابلكيشن بتاعك، هيقول لك الابلكيشن بتاعك بروجريس، بيقول لك ايه، يور ابلكيشن فور ستادي بروجرام هاز بين سبميتد سكسسفولي، يعني انت كده قدمت. ده لما تضغط على كلمه سبميت اللي احنا وضحناها هتظهر لك بعد كده الرساله دي ويقول لك انت كده قدمت بنجاح والابلكيشن بتاعك هيبدا يتراجع. وزي ما قلنا الابلكيشن بتاعك هيبدا يتراجع في حاله اذا انت بعت الورق بتاعك بالكامل على مكتب الجامعه، لو انت هتقدم لتخصص اخر غير تخصص اداره الاعمال. لو هتقدم لتخصص اداره الاعمال هتبعتها على الايميل اللي تم توضيحه من قبل. طبعا المنحه ممتازه جدا، طبعا فيها تفاصيل كتير انا عارف، وتقديم للجامعه وتقديم لمنحه وشويه الامور معقده، ولكن هي منحه ممتازه جدا. الاقبال ممكن ما يكونش عليها كبير، فانت فرصتك في القبول هتكون كبيره، ولسه معاك وقت لحد 31 مارس تقدر تجمع فيهم كل ورقك وتقدم فيهم يعني وانت مرتاح ومش مستعجل. زي ما قلنا المنحه شامله كل حاجه، فيها مرتب شهري كبير، فيها سكن، فيها تامين طبي، فيها رسوم دراسيه بالمجان. اتمنى يا رب تكون المنحه دي افادتكم، وان شاء الله باذن الله موفقين ومقبولين فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.